إذن نرحب مجددا بأعضاء لجنة التحكيم ومدير الساحة، وبانتظار العرض الجماعي والدخول الجماعي لأفراس أعمار 10 سنوات وما فوق القسم باء. We will start now a group show for males 10 years old and over, section B, and good luck. إذن ينتهي العرض الجماعي لأفراس أعمار 10 سنوات وما فوق القسم باء للفئة 6 لأول أيام بطولة المملكة لجمال الخيل المصرية كحيلة. إذن الدخول الفردي الأول لأول الأفراس في هذه الفئة. We will start a single show for each mare. Good luck.
Thank you, handler. Next, please. إذن نتيجة الفرس رقم 75 أتت كالتالي: أمجاد العزايم، النوع 19.5 19 19.5 مرتين، الرأس والعنق 19.5 19 ثلاث مرات، الجسم وخط الظهر 18 3 مرات 18.5، القوائم 15 15.5 15 15.5، الحركة 19 مرتين 18.5 19، مجموع النقاط لأمجاد العزائم 90.75، total point for أمجاد العزائم 90.75. Thank you, handler. Next, please. إذن نتيجة الفرس رقم 76 لولا سج، النوع 19.5 3 مرات 18.5، الرأس والعنق 19 3 مرات 18.5، الجسم وخط الظهر 18 18.5 مرتين 18، القوائم 15.5 16 15 مرتين، الحركة 19 18.5 3 مرات، مجموع النقاط لولا سيج 90.38، total point for لولا سيج 90.38. Thank you, Ikami judges. Thank you, ringmaster.
إذن نتيجة الفرص رقم 77 ديشا مايسا النوع 19-18.5 الرأس والعنق 19-18.5 ثلاث مرات الجسم وخط الظهر 18 مرتين 17.5 18 القوائم 15.5 16 15 15 الحركة 19 18 مرتين 18 مجموع النقاط لديشا مايسا 89.25 total point for ديشا مايسا 89.25. إذن آخر النتائج لأفراس أعمار 10 سنوات القسم باء أتت كالتالي: AA أسيل العاديات النوع 19 مرتين 18.5 مرتين الرأس والعنق 19 مرتين 18 18.5 الجسم وخط الظهر 18 18.5 مرتين 18 القوائم 15 16 15 مرتين الحركة 19 18.5 18 18.5 مجموع النقاط لـ AA أسيل العاديات 89.38 total point for AA أسيل العاديات 89.38 لحظات ونوافيكم بنتائج هذه الفئة. إذن النتائج أتت كالتالي: المركز الأول لأفراس أعمار 10 سنوات القسم باء، المركز الأول أمجاد العزايم بنتيجة 90.75 عبد اللطيف آل رقيب مربط الرضاب ألف ألف مبروك، المركز الثاني لولا سج بنتيجة 90.38 زياد القارحي ألف مبروك، المركز الثالث AA أسيل العاديات بنتيجة 89.38 أستاذ عبد اللطيف آل رقيب مربط الرضاب أيضا ألف مبروك، المركز الرابع ديشا مايسا بنتيجة 89.25 أستاذ مصطفى النمر مربط الغسانية ألف مبروك، so the result first أمجاد العزايم، second لولا سيج، third AA أسيل العاديات، fourth and last ديشا مايسا. congratulations. Oh.
تدخل الآن الميدان بطلات هذه الفئة أفراس أعمار 10 سنوات وما فوق القسم باء. ألف مبروك. نأمل من الجميع سرعة إخلاء الميدان للبدء في فعاليات الفئة التالية.